سنة 5 ابتدائي. السلام عليكم. هنحل من صفحة 46 لحد صفحة 61 عشان نخلص كتاب جيم. What are you watching؟ لازم فعل زي الاي ان جي عشان ار، واخد بالك؟ لازم ادي واتش اهي وحط لها اي ان جي اهي. What are you watching؟ اصحى معايا نقطة، انا بصحح الليسننج بدماغي، فربنا يوفقنا. يعني I am watching a film او a سبورت ماتش، لان هو بيقول له هنا ماتش فيبقى سبورت ماتش. انا ليه بصحح الليسن بدماغي؟ عشان اشرحه بصراحه. انا شايف ان الليسن اكتر حاجه ممكن انت تكون محتاج. ده سكواش، عشان هنا بيقول وات سبورت. شايف ان الليسن اكتر حاجه. عشان ايه بقى؟ ليه يقول لي ليه؟ عشان محادثه، يبقى سكواش ماتش. فقال له وات سبورت، وات ايه سبورت، ايه هي الرياضه؟ فقال له are you good at، ايه الرياضة اللي انت كويس فيها؟ فقال له I am good at tennis and football. We can use air freshener، احنا بنستخدم الاير فريشنر عشان نخلي ريحة الجو احسن. To make the air smell cleaner، دي نمبر 1. A rock pool، وده نظام بيه سؤالنا كده اللي هو is a small area، اللي هي مكان صغير من الماء. With rocks، صخور. crabs اللي هي شبه الكابوريا كده. etc in one place، كلها حيوانات بحرية في مكان واحد، دي number two. number three، I am good at playing tennis، أنا شاطر في لعب التنس. عامل لك هنا كوما، يبقى هو عايز إيه؟ حاجة تانية كمان بس بالبط، يعني اللي هو مثلا أنا حلو في كذا بس أنا وحش في كذا. but I am bad at playing squash، بس أنا مش شاطر في لعب الإيه؟ السكواش، دي number three. طبعا انت عندك هنا نمبر 4 جميله قوي، بيقول لك وات، شوف الاي ودي البي، شوف الجمال. انا بصراحه اهي نمبر 4 يا عم الشمس. واتس يور فيفورت سيزون، ايه السيزون اللي هو سيزون مش سيزون، ها سيزون، سيزون ده اللي هو فصل من فصول السنه. بيقول لك اتس وينتر، ماشي اهو موجود يا حبيبي. وين وي ميجر، وي ميجر دي يعني يقيس، ميجر وي لما نقيس الوزن. وي يوز كيلوغرام اند جرام، يعني بنستخدم الكيلوغرامز اند جرامز اللي هو الكيلوغرام والجرام، ماشي. دي نمبر 5. ووتر فولز اللي هو الشلالات، وريفر وكانال. اذ ا ووتر واي ميد باي هيومن، مجرى مائي معمول من بايد الانسان اللي هو الكانال، تمام. وفاء، مش عارفين اذا كان نيفر ولا اولوز ولا سام تايمز. جو تو ذا بارك اون فرايديز، شي داز ذات افري ويك، بتعمل كده كل اسبوع، يبقى هي دائما بتروح الايه النادي كل اسبوع، بتروح المنتزه. my parents are، ولا ده خد بالك parents يبقى يا اما are يا اما were على حسب الماضي. making a cake yesterday يبقى ماضي، يبقى were making a cake yesterday. افترض خد بالك الماضي المستمر ده بيبقى ايه، لازم يقول لك امبارح بس كده، ده ماضي بسيط. لكن لو قال لك yesterday afternoon او yesterday morning او yesterday at 6 o'clock، هنا هو بيحدد لك زمن معين حصل في الفعل، يبقى ده ماضي مستمر. plants are called، النباتات بتدعى producers المنتجين. are as they get their energy from the sun، عشان هما بيستخدموا او بيحصلوا على الطاقة بتاعتهم من الايه، من الشمس. ecotourism او climate change، طبعا ecotourism اللي هي السياحة البيئية، climate change التغير المناخ. factories يعني المصانع. looks after the environment، مفيش غيرها الايكوتوريزم، السياحة البيئية هي اللي حنينة على البيئة، هي اللي بتهتم. look after يعني تعتني بالايه، بالبيئة. there are many ايه، مش عارفين والله. تعال بص، there are many things we can do to live a healthier life، هنعمل نقدر نعمل حاجات كتير جدا عشان نعيش حياة صحية اكتر. for example، على سبيل المثال، we can include fruit and vegetables، ممكن نحط الخضار والفاكهة in our meals. junk food isn't good، junk food اللي هو الأطعمة، سوري الأطعمة اللي هي جونك دي اللي هي تيكاواي او الاطعمه السريعه، يعني اللي هي بتبقى مليانه دهون وفاتس وسولت واملاح وبلاوي وسيع. for us so we shouldn't eat it a lot، ما ينفعش ان احنا ناكلها كتير. also try to do some exercise، ويا ريت تعمل شويه تمارين. we could ride our bikes، ونقدر نركب العجله بتاعتنا. could دي خد بالك could في الماضي البسيط. to school، نقدر نركب العجله بتاعتنا في الماضي البسيط. not only is this good exercise، ده مش كفايه كمان يكون exercise جيد. but it means there are fewer cars on the road، بس ده معناه عربيات اقل في الطريق.
and less pollution وتلوث أقل. السؤال الأول اللي هو بيقول لك fruits and vegetables، يعني اللي هو الخضار والفاكهة. fruits and، السؤال الأول بيقول لك fruits and vegetables، الخضار والفاكهة are healthy، طبعا صحية. we should أو shouldn't أو can eat lots of junk food، we shouldn't eat lots of junk food، ما ينفعش احنا ناكل كتير من الجانك فود، من الطعام اللي هو السريع. more وfewer و a lot of cars on the road means less pollution، less pollution يعني التلوث أقل، يبقى fewer cars يعني عدد قليل من العربيات بيساوي عدد بسيط من التلوث. وخد بالك انه fewer الوحيد طبعا بصرف نظر حتى انها موجودة في القطعة، كمان a lot و more بمعنى اكتر من، فما يجوش خالص، هم اخوات مع بعض ما ينفعش اختار بينهم، يبقى fewer هي اللي تختار منها. what should our healthy means include، يعني ماذا ينبغي ان healthy meals اللي هي الوجبات الصحية المفروض تتضمن ايه؟ fruits and vegetables. هي الوجبة الصحية فيها ايه غير fruit and vegetables؟ يعني هنحط فيها ايه تاني؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لك why is going to school by bike healthy، ليه الذهاب بالسكول في المدرسة بالبايك healthy، as it is a good exercise، على أساس إن هي as دي يعني لأن، إجابة why، as it is a good exercise لأن هي عبارة عن exercise جيد. وإيه كمان؟ it means تعني الام، معلش means تعني fewer cars. طب وده ليه؟ عشان to be less pollution، عشان تقدم لي كمان less pollution يعني تلوث اقل. اجابة نموذجية اهي يا جماعة عشان الناس اللي مش شايفاها، معلش يلا بينا الترتيب. انتوا كده شفتوا الجزء اللي فوق، يلا بينا ناخد الترتيب على الرايق كده، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه there are يعني يوجد للمفرد، و are there يعني هل يوجد للمفرد، وبتيجي دايما معاها any، يعني بقول are there any، بص ما تحاولش اهي، تحس كده ان هم اخوات. are there any، are there any يعني هل يوجد اي، are there any oranges، oranges ليه؟ عشان هو جمع، بيجي بعد any على طول الاسم الايه، الاسم اللي انا بدور عليه إذا كان جمع أو مفرد. هنا طبعا عشان في R هيبقى جمع، are there any oranges، بص كده معايا. بعد ما نكتب oranges هنكتب بقى اللي احنا عايزينه، in the basket يعني هل يوجد أي برتقان في الباسكت. وانت بترتب الجملة ركز قوي على الكلمة اللي هو كتبها لك دي كده اهي، ذي اهي، بعد ما تحطها هي غالبا بتكون لو جملة هتبقى ده فاعل، عايز الفعل بتاعه تمام. طبعا الفعل reading لا، ده فيه هنا where بتيجي، لان was او where او am او is او are بتيجي قبل الفعل زائد ing. they were reading، كانوا بيقرأوا a fiction story، fiction ديت يعني خيالية، fiction والnon fiction يا حبايبي اللي هو الغير خيالي، a fiction story او القصة الحقيقية بتبقى non fiction، انما الفيكشن خيالي. they were reading a fiction story، ده ماضي مستمر بمعنى ان هما كانوا بيقرأوا قصة خيالية. we نحن، we ديت عايزة فعل اللي هو مثلا go، هي كده we go to نذهب الى، بس ده في sometimes يبقى we sometimes. شوف انا برتب كأن انا برتب ايه، طب يعني ينفع من غير sometimes؟ ما الراجل كاتب لك sometimes يا طالب، مش عايز هزار. we sometimes go to shopping، we sometimes ما ينفعش go to shopping، طب اصبر بس اصبر. we sometimes go to، we sometimes go to the mall، go to the shopping mall، go to the shopping mall. تاني we sometimes احنا احيانا بنذهب الى، go to the، ما ينفعش بعد go to احط shopping، ما ينفعش، يمكن عشان دي to اللي بيجي بعدها الفعل في الايه في المصدر، يبقى هحط بعدها مكان اللي هو the shopping mall، ده مكان اللي هو المول بتاع التسوق. what بعد what بيجي اداة استفهام، بيجي قصدي فعل المساعد.
what would, what would you like, what would you like, what would you like. احفظها يا شاب يا طالب. what would you like, what would... ماذا تود ان تحب او ماذا تحب ان تود. ما علينا. to have, وده بيبقى للطلب او للعرض قصدي. ناس. what would you like. the Nile, اللي هو نهر النيل. ماله هقوله the Nile. ده الفاعل runs, يجري. runs هنا بمعنى يجري. through the country, بيجري خلال الوطن. the Nile run, نسيت الاس. انا قاعده اقول من الصبح ازاي the Nile run. the Nile runs through the country, يعني نهر النيل بيمشي في خلال الوطن. الباراجراف جميل وممتع الحقيقه. بيتكلم على الفيفوريت فروت. وما هنقول ايه غير المانجو. هم فرضينها علينا مثلا. لا والله ده احنا بنحبها. ده في حاله عشق يعني. تمام. ماي فيفوريت فروت. ماي فيفوريت اخدت العنوان نزلته تحت. ماي فيفوريت فروت يعني فاكهتي المفضله. مالها از انا نسيت اكتب فروت. ماي فيفوريت فروت از يعني الفاكهه المفضله بتاعتي از ايه. مانجو. محدش عارفه تبقى عامله كام في الصيف اللي جاي ده. تمام. في كلمة delicious. والله ما خد بالك انا عشان قلت اس يبقى مينجو بس. مينفعش احط الاي اس. تمام. it is a delicious fruit. فاكهة لذيذة. we النص اللي عندنا في الكتاب we can make. احنا ممكن نعمل مينجو جوس اللي هو عصير المانجا. and cocktail. cocktail اللي هو الكوكتيل. cocktail جوس او عصير كوكتيل. mom لازم اجيب صورة امي حبيبتي. makes او bakes عادي خليها makes mango cake. she makes mango jam. كمان مربى مانجا. نيجي نفشر فشرايه صغيره ونقول ان احنا عندنا شجره مانجا. we have a mango tree. يعني هو الراجل اللي عامل الكتاب ما قال لك الحكايه دي مفيش حاجه. in our garden على اساس ان انت عندك جاردن في البيت وكده. حتى لو قاعد في شقة مساكن يا عم احلم مفيش حاجة. we have a mango tree. احنا عندنا شجرة مانجو. in our garden في حديقة المنزل. في حاجة حد لو عندك حاجة يا عم هوك. ندى الان كابتل. سهى الاس كابتل. فلو ستوب. what الدبليو كابتل. انا نسيت اكتبهم هنا. ماشي شن. what would you like to eat في هنا كومة اهي. نور الان كابتل وطبعا question mark. will you need your. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم انا بحل الليسننج لاني ببقى حابه ان انا اشرح. will you need. will ديت يعني سوف. بس هنا هل سوف تحتاج لو انت مسافر ولا حاجه هتاخد الايه. ما هو الحاجه الوحيده اللي عندك هنا sun glasses. يبقى your sun glasses اللي هو نظاراتك الشمسيه. ف yes i think it will be very sunny. ايوه طبعا لان انا اعتقد ان هي هتبقى very sunny يعني هتبقى مشمسه جدا. will you need your scarf. هل انت سوف تحتاج السكارف بتاعتك او بتاعتك. لا no thanks. no thank you. لا شكرا. الالفنتاين ايلاند في التوصيل يا شباب. السؤال التوصيل حلو. بيقول لك الفن الفانتاين ايلاند از نقط. الفانتاين ايلاند از ا فانتاستيك بليس. يعني جزيرة فيلة مكان فانتاستيك علشان نزوره. تمام. اتس ان اسوان. لا والله ملهاش حل غير كده. اتس ان اسوان بس.
animals are called الحيوانات بتدعى consumer المستهلكين أهم consumers في السلسلة الغذائية. سؤال جميل. What is your على فكرة السؤال ده من الأسئلة اللي أنا متوقعة إنها تجيلك في الامتحان. What is your favorite healthy food؟ إيه هو طعامك الصحي المفضل يا طالب؟ Mangoes are my favorite. يا ولد والله العظيم ده ولا يا ولد. Number three. Too many greenhouse gases. كتير جدا من الجرين هاوس جازز اللي هي الغازات الدفيئة. Can cause a climate change يعني ممكن تعمل تغير في المناخ. دي نمبر فور. The ecosystem اللي هو النظام البيئي اللي هو في كلمة all يعني كل الانيمالز والبلانتس روكس اي تي سي ان ذا ان وان بليس كله في مكان واحد. نمبر فايف. أسئلة سهلة. بيتلز يعني الخنافس and caterpillars والديدان أو اليرقات طبعا primary consumers يعني مستهلكين أولانيين بيأكلوا النباتات بس. نادر is very good at drawing شاطر جدا في الدروينج الرسم. It's very hot and dry in the waterfall ولا river ولا desert. قال لك hot يعني حار ودراي يعني جاف في الديزرت هيبقى فين؟ اصحى معايا للسؤال اللي جاي ده بيقول لك can I have any ولا some ولا an apples. شوف apples شوف الجمع فما ينفعش ان انا بصوا يا جماعه وانا قدامي حلين يا اما any can I have any apples او some apples طبعا هختار some. ليه يا مس؟ ما any بيجي في نفي السؤال. ايوه يا حبيبي ما any بتيجي في نفس السؤال بس some دي للاقتراح او للطلب يعني انا هطلب ماما اقول لها ادينا اي فاكهه ده انا كده بغششها بقول لها هتقولي ما فيش انما اقول لها صم انا عارفه ان في الثلاجه فعايزه واحده فبطلب كان اي صم ابلز هتقول لي خد يا ضنايا التفاح غالي دلوقتي بس هتديه ان شاء الله ربع اي نيد ماي نقط عشان السويمينج. سويمينج يبقى جوجلز. جوجلز اللي هي النظارات بتاعه السباحه. ذا فود اللي هو الطعام ذا فود تشين اللي هو سلسلة الطعام أو سلسلة غذائية shows how plants and animals get their energy بتشرح إزاي إن النباتات والحيوانات بتحصل على الطاقة بتاعتها. at the start في البداية we can see plants نقدر نشوف النباتات. these are called producers اللي هم بيدعوا منتجين. they get energy from the sun واللي هم بيجيبوا الطاقة بتاعتهم من الشمس. animals are called consumers والحيوانات بتدعى consumers ما حد ده من عايروهم اساسا بالموضوع. انما most animals معظم الحيوانات do not get their energy from the sun معظم الحيوانات ما بتاخدش الطاقه بتاعتها من الطاق من الشمس. animals eat plants or other animals for energy يعني الحيوانات بتاكل النباتات او بتاكل حيوانات اخرى علشان تحصل على الانرجي الطاقه. primary consumers اللي هم المستهلكين الأوائل eat plants بيأكلوا النباتات. secondary consumers اللي هم المستهلكين الثانويين أو اللي هو الكبار شوية بيأكلوا eat insects and smaller animals بيأكلوا الحشرات وبيأكلوا حيوانات أصغر. and tertiary consumers والمستهلكين الكبار اللي هو إحنا eat large animals بيأكل حيوانات أكبر. يلا بينا كمان السؤال الأول كده plants are called طبعا الشكل ده كده مش هو الشكل القياسي زي ما قلت لكم الشكل القياسي دي أسئلة true false لكن دي هو معلش plants are called النباتات طبعا بتدعى producers primary consumers get their المستهلكين الأوائل get their energy from the plants بياخدوا الطاقة بتاعتهم من النباتات ان هم عبارة عن beetles and caterpillars يعني ديدان وخنافس. tertiary consumers اللي هم المستهلكين الكبار قوي في قمة السلسلة الغذائية بياكلوا large animal larger animal اللي هي الحيوانات الأكبر larger animals larger animals larger animals حيوانات أكبر. ترتيب ها
هاو بعدها مش عارفين بصراحة نجيب ايه، بس دو عايزين هنا يو، لا يو هاو دو يو ايه كمان هاو دو يو، كيف ان انت، عايزين فعل بيك كيف تخبز. your favorite recipe، your favorite، بصوا يا جماعة بالترتيب كده how do you، دي كده احفظها، لو شفت how، لو مفيش how often يبقى how do you، كيف انت تفعل، تفعل ايه، تخبز مثلا، bake، how do you bake، ازاي انت بتخبز، هتخبز ايه، your، your دي ضمير ملكية بمعنى ملكك انت، هتقول يور صايب ما فيش مشكله، لكن ده فيفورت يا قلبي، هتعمل ايه، فيفورت يعني مفضل، ودي صفه، يور فيفورت ريسايب يعني وصفتك المفضله، هاو دو يو بيك يور فيفورت ريسايب، كيف تخبز وصفتك المفضله، وات، ما او ماذا، دايما بعد وات اداه الاستفهام بيجي فعل مساعد اللي هو وود، وات وود، ماذا أنت تود، what would you like to have، what would you like، ماذا أنت تحب، to have، أن تحصل على، these، بيجي بعدها are، these are، هؤلاء يكونوا، يكون ودي طبعا الجمع. انت عندك هنا بعد كده كلمة traditional و dresses و girls و wearing، these are، انا شايفة ان these girls، صدقوا بقى عشان wearing يبقى these girls، معلش يعني احنا كده ايه، these girls مالهم، are wearing، هؤلاء البنات لابسين، these girls are wearing، these girls are wearing، wearing ايه، لابسين ايه، traditional dresses، traditional اهي، traditional اهي، تعالي يا traditional، دي صفة يا شباب، traditional صفة، traditional، traditional ايه، dresses، traditional dresses يعني ملابس تقليدية، these girls are wearing traditional dresses، هؤلاء البنات لابسين مرتديات traditional dresses، ده ايه الجملة الجزمة ديت، وي، ما الحلاوة دي لما تاخدوها في خمسة هتعملوا ايه يا حبايبي، نلغوا ستة بقى يا حبايبي، وي وي ديت جمع، بتاخد وير، والراجل عطيك وير تقول له لا، وي وير، عايز بعد وير فعل زائد ان جي، ترافلنج، وي وير ترافلنج، ده ماضي مستمر، خد بالك يا شباب، ماضي مستمر، اللي فوق دي كانت ماضي بسيط، سوري مضارع بسيط، سوري مضارع مستمر، اللي فوق دي كانت مضارع مستمر، ودي كده ماضي مستمر، وي وير ترافلنج، انما اللي فوق ده اهي ار ويرينج، دي مضارع ايه؟ مستمر، واحدة مضارع مستمر، لقاك هتزعل فداك الماضي المستمر عشان ما يبقاش حلمك من حاجة، we were traveling، احنا مسافرين to the island، مسافرين لفين، الى الجزيرة، to the island، ماشي، بص الترتيب، احنا مسافرين فين، الى الجزيرة، بايه، by boat، عشان ما يبقاش في نفسك حاجة، تاخد بعضك وتشد على الجزيرة على طول، اللي يسألك تقول له مالكش دعوة، هما قالوا لي بسبوسة، مالها البسبوسة، البسبوسة دي يا حبايب قلبي حاجة احنا تحلية، هي تحلية ديزرت، خد بالك ديزرت اهي بمعنى تحلية، الفرق بينها وبين كلمة ديزرت يعني صحراء، الاس دي فيها دبل اس، تمام، البسبوسة از تكون ماي فيفوريت، my favorite يعني التحلية، is my favorite dessert، عايز اوضح لكم نقطة، ما favorite اللي انا بكتبها دايما فيها يو، ودي حاجة غصب عني، هي في هنا عندك ما فيهاش يو، دي كده بريتش ما فيهاش يو، ودي كده امريكان فيها يو، فامس سوري بس انا دايما بكتبها كده مش عارفة، طبعا ده هدية ملاك، وانا كنت عامله باراجراف عنه جامد جدا، وهسيبه لكم في الديسكريبشن، ويلا بينا الام كابيتال، ماي فادر از ا تورست جايد، يعني بابا مرشد سياحي، ان طابا تي كابيتال،
وفولوس. الاتش بتاعت هاو اوفن، اصحى معايا، هاو اوفن دي انا كم عدد المرات. داز لارا، ال بتاعت لارا، walk to school question mark. وانت بتحل البنكتويشن اقرا الجمله زي ما قريتها كده. عايز شطور وبتكتب اكتب، شايف ان انت مش مركز اكتبها، وانت بتكتبها هتكتشف ان لارا ده اسم بني ادم فهتديله ال كابيتال وهكذا. يلا امتحان ال 12. هلو، وات نوت يو لايك، وات وود يو لايك. احفظها والنبي يا طالب يا جميل يا بتاع خمسه ابتدائي يا حمال الاسئله. What would you like? What would you like? ماذا تود أن تحب؟ ما إيه؟ هو تعبير كده للطلب يعني، الاقتراح. إن أنت هترد تقول له I would like some limes، عايز يا قلبي ليمون، ليمون الأخضر ده، وكاروتس يا حبيبي، والنبي طيب، عايز حاجة بسيطة يعني، الليمون أخضر وشوية جزر. Are there any not? Yes, there are. أنا هكتب there هنا، واللي فوق هتبقى كاروت، بس أنا حبيت أكتب there. Are there any lots of? Yes, there are lots of carrots. أيوة في كتير من الجزر. Are there any carrots? هل في جزر؟ أيوة حبي في جزر. نبي عسل. What would you like? ماذا تحب أن؟ إيه؟ What would you like؟ كمان مرة. What ماذا تحب أن؟ فهنا الإجابة دايما هتكون I would like. فقال له an apple please. أهو. You're number one. I love football. أنا بحب الكورة. يبقى أنا على طول بلعب كورة. I always play football on Friday. بص لو أنت ما فيش خالص فوتبول هي فوتبول هي بقى قريب يبقى نمبر 2. تمام؟ Was she listening to music? هل هي كانت بتسمع music؟ السؤال بواز ده إجابته يا إما yes يا إما no. No she wasn't. لما كانتش بتسمع music كانت بتذاكر. The scribe اللي هو الكاتب. Could write and read. بيستطيع ان هو كان يستطيع ان هو يكتب ويقرا الهيروغليفس اللي هو الهيروغليفيه اللي هو اللغه الهيروغليفيه. What is the capital of Egypt؟ ايه هي عاصمه مصر؟ كايرو. I need to pack my، احنا قدامنا هنا سان جلاسز وقدامنا هنا سوت كيس. لا طبعا انا هحزم السوت كيس بتاعتي، وده في شورتس كمان، بس انا هنا هحزم باك ماي سوت كيس، يعني احزم الشنطه بتاعت السفر بتاعتي سوت كيس. I need to pack my suitcase. انا محتاج ان انا احزم شنطه السفر بتاعتي فور هوليداي تومورو، عشان الاجازه بتاعت بكره. I need my yellow swimming goggles او swimming shorts. ملهاش الا شورتس، swimming shorts اللي هو المايوه. Because there are beautiful نقط، beautiful beaches. ما هو انا هحاول من ايه بالشورتس بالسويمنج شورتس عشان البيتشز اللي هي الشواطئ. تمام. و I need to take my A too because it's going to very sunny. هتبقى شمس جدا، يبقى انا هاخد السن جلاسز اللي هي نظارة الشمس. القطعة دي من القطع اللي هي انا شايفاها بالنسبة لعيل في خمسة ابتدائي صراحة تحدي. My name is May. انا اسمي May. I am an Egyptian woman. وانا ست مصرية. انا دكتور وانا دكتورة. People in ancient Egypt. المصريين في الناس في مصر القديمة. Worked very hard. كانوا بيشتغلوا بجد. Everyone had a job. وكل شخص عنده وظيفة. Ancient Egyptian اللي هو المصر القديم. Crafts. من المصر القديم اللي هو العمل اليدوي. were very good. كانوا شطار جدا. two. they made beautiful paintings. وعملوا رسومات جامدة جدا او دهانات جامدة جدا. and beautiful gold jewelry. وكمان مجوهرات قبة في الجمال. women. الستات were often doctors. كانوا كمان الستات هناك بيشتغلوا دكاترة or dentists. وكانوا ساعات بتبقى دكتورة سنان. Some women. وفي بعض الستات worked from home. وكان في ستات بتشتغل من البيت. They made bread, baskets, jewelry and clothes. يعني كانوا بيعملوا العيش والباسكت اللي هو معمول من البامبو او من الخوص، والجيلري اللي هو المجوهرات، والملابس كمان كانت بتعمل من جلود الحيوانات او من الكتان. Egyptian women. الست المصرية are very strong and smart. كانت قوية وكمان ذكية. And they can do a lot of jobs. Men can do.
يعني كانوا ممكن يعملوا كمان كل الأعمال اللي الرجال يستطيعوا إن هم يعملوها. يلا بينا نحل الأسئلة بتاعت القطعة. May is an Egyptian woman true. Egyptian women are very strong and smart. True. يعني الستات ماي ست مصرية، والستات المصريات كانوا قويين وسمارت، يعني ذكي ذكي وأنيق. Women were teachers only. وكان الستات مدرسين أيضا. ما جابش ست مدرسين، حتى ما قال لك الأعمال من البيت، قال لك اللي بتعمل عيش وبتخبز وبتعمل مجوهرات وبتعمل باسكتات وبتعمل حاجات وبتعمل ملاهي، ما جابلكش ست التيتشر خالص. يبقى طبعا فولس، انا اسفه جدا ما اقدرش اديها لك الوظيفه دي. What did ancient Egyptian crafts make؟ كان ايه هو العمل العامل اليدوي بيعمل ايه؟ انا هجاوب من هنا كده، هقول they made beautiful paintings جولري، كمان كانوا بيعملوا مجوهرات بوتس باسكتس. What did women do from home in ancient Egypt؟ اللي هنبدأ من هنا كده، they طبعا they اللي هي women، يبقى they made، وكنت ممكن اقول could بس يلا they made baskets، كانوا بيعملوا الباسكتس والجيلري اللي هي المجوهرات، وكمان البريد الخبز and clothes والملابس. اي دي بعدها بيجي الفعل اللي هو ويك اب، بس ده في اوفن، يبقى اي اوفن هي دايما ظروف التكرار، اوفن او اولوز او جوالي او سام تايمز بتيجي قبل الفعل. اي اوفن ويك اب يعني انا دائما انا بصحى، ات ده حرف جر قبل الساعات 8 اي ام، يعني دايما انا بصحى الساعه 8 صباحا. واز دي يعني هل كان، عشان جاي في اول الجمله، عايزه الفاعل اللي هو هي، ما هي اما هي واز يا اما واز هي. فعل زائد ing playing، was he playing، ده ماضي مستمر. was he playing tennis، هل هو يلعب التنس. was he playing tennis، was he playing tennis، هل هو يلعب التنس. اما ليه يخليه يلعب، يبقى قابلني لو نجح. I would like، I would like، بصوا يا شباب ما هي would دي لو في like يبقى بتيجي قبلها. I would like some، I would like some، برضو دي تحفظوها يا شباب لو انا بطلب حاجة من ماما. I would like، I would like some، I would like some، انا احب ان او انا اود ان، بعض اتناول بعض. الولد بصراحة طماع، oranges وبناناس، حرام يا ابني. some oranges and bananas، يعني ليه يا ابني كده، يا ده يا ده يا حبيبي، and bananas اكيد ابوه بيشتغل حد يعني، ما عليه. bananas ما شاء الله كتير يا حبيبي، دي الواحدة واحدة وخلاص. ذا، بصوا يا جماعه ذا هيجي بعدها اسم، ما هو ذا ديت بيجي اسم اللي هو ايه، ذا دلتا نايل اللي هو نهر اللي ايه دلتا النيل، ذا دلتا نايل. هي ينفع اقول دلتا بس؟ لا، لان كل نهر يا حبايب قلبي وله دلتا، يعني ذا دلتا نايل اللي هي دلتا نهر النيل موجوده فين؟ از تكون ان lower Egypt، lower Egypt يعني في مصر الدنيا، ولازم برضو دلتا النهر تكون في أرض منخفضة عشان تناسب حركة المية، لأن حركة المية بتكون من فوق لتحت من الأعلى إلى الأسفل. what يعني ما أو ماذا، وزي ما احنا متعودين what do we، what do you do، ماذا أنت تفعل. الكلايمت تشينج اللي هو التغير المناخ، هنا الراجل عامل لي صوبه زجاجيه، فانا الحقيقه بعد ما كتبت الباراجراف جزء كبير من الباراجراف قلت لا انا هكتب حاجه احسن علشان خاطر يبقى احنا راجعنا كمان على جزء كبير من الوحده الرابعه او الفكره بتاعت الوحده الرابعه اللي بتتكلم على الكلايمت تشينج، والمقارنه الصغيره ما بين الجرين هاوس اللي هي الصوبه الزجاجيه والجرين هاوس جازز الغازات الدفيئه. هنقول climate change
انا هسيب مسافة هنا، او هناخد العنوان، العنوان اسمه climate change يعني تغير المناخ، هناخد العنوان climate change يعني تغير المناخ is، اللي هو بدل ما اكتب great problem او مش عارف، طب انا اقول is او that is to make the earth، يعني عشان نخلي الارض، او اللي هو يخلي الارض more warmer او warmer، خليها warmer على طول، لان يعني warm صفة صغيرة، warmer than before او warmer وخلاص، عشان نخلي الارض اكثر درجة حرارة. greenhouse house، اسفة ما جمعتهمش ببعض، greenhouse gases اللي هو الغازات الدفيئة such أو like a blanket، يعني زي ما تكون blanket، blanket يعني بطانية، زي ما تكون بطانية حوالين الأرض like a blanket أو work as a blanket، يعني زي ما تكون بطانية like a blanket. greenhouse gases is like أو are like a work as a blanket، شغالة زي ما تكون blanket around the earth، يعني حول الأرض. تمام، طبعا earth بتتكتب بالإي كابيتال، لأن هي حاجة زي sun وزي mediterranean، لازم الإي كابيتال، the earth على بعضها كده أو around the earth. بس اللي بعد حطيت فول ستوب، دي كده جملتين مهمين جدا. الجملة التالتة الراجل بيقول لك الجازز او الجرين هاوس جازز، بس انا عايز اقول لكم انه الجرين هاوس جازز بتعكس ضوء الشمس، تمام، على سطح الكرة الارضية. ما هو دي طريقة الجرين هاوس جاز، او ليه احنا زعلانين منها. جرين هاوس جازز اللي هي الغازات الدفيئة بتعمل ايه؟ بتعكس ضوء الشمس. allows the sun، allows يعني تسمح بالsunshines ان هي تدخل داخل الارض وما بتخرجهمش، يعني زي بالظبط السوبر الزجاجية، السوبر الزجاجية allows the sun، حط اس ملكية suns shine اللي هو اشعة الشمس، بتخلي اشعة الشمس تدخل جوه الارض، تمام، to او sunshine onto the earth، on to the earth، خليها من غير the، earth على طول، earth حط possessive s، earth's surface سطح الكرة الأرضية. طب وده بيعمل ايه؟ بده but، لكن هو ما مش بيسمحهم، they don't allow أو they stop the heat of the sun، stop the heat of the sun، بيخلوا درجة حرارة الشمس heat of the sun، درجة حرارة الشمس تتوقف from going out، heat of the sun from، وانا كنت نفسي اكتب لكم but don't allow، بس انا قلت يعني ايه اهو نستخدم تعبير تاني، they stop the heat of the sun from going out، بيخلوها ما تطلعش، يعني بتدخل السخونية بتاعت الشمس وبتمنعها من الخروج. like حط كومة كده معلش واكتب الكومة دي وفيها نقطة يعني بشرح، like زي يعني green house which اللي هي use for growing، plants اللي هي بتستخدم في زراعة النباتات، in cold countries في البلاد الباردة، تمام. وهقول لكم هي معمولة من ايه، هي معمولة it is made، it is made او they are made، خليها they are يا شباب عشان انا من الاول قلت green houses، they are made، انا هنا بتكلم على الصوبة الزجاجية، معمولة من they are made of glass to not allow عشان تمنع او لا تسمح
to not allow the heat from going out. نفس الجملة احنا مشغلينها من شوية, from going out عشان تمنع درجة الحرارة منها تطلع. السخونية بتدخل بس متطلعش, بتخلي المكان فرن كده. greenhouse greenhouse gases اللي هي الغازات الدفيئة بتعمل ايه؟ هقول لكم انا ورايا حاجة. greenhouse gases make the planet, planet اللي هو كوكب الارض, is too, او make planet too hot, hot مرتفع جدا في درجة الحرارة. W بتاعت what والايكوسيستم, what is an ecosystem, لا الايكوسيستم لا انها الان كابتل والكويشن مارك. W هنا كابتل مفيش حاجة, ومن what on in ancient Egypt, الاي كابتل بتاعت ancient Egypt والايجيبت برضو, وطبعا the what could woman do in ancient, ده سؤال يبقى علامة ايه؟ question mark, استفهام. نوضح البتاع اكتر عشان نقلب الصفحة. was she, طبعا الاكزام 13 بدأ بدلع يعني feeling او doing, لا طبعا doing عشان هي كده. she was not a cake, she was making a cake يعني بتعمل cake. Was she feeling happy? هل هي كانت تشعر بالسعادة؟ Yes. Yes she was. ماضي مستمر وش يعني. What do you usually do? Wear. ماذا أنت كالعادة بترتدي يعني؟ معتاد إنك ترتدي إيه؟ بصوا كده, wear يعني يرتدي. أما تيجي أدور على الإجابة بتاعتها أدور على لبس. تمام؟ بلي لا او ايجيبت لا اسوء ايه ده لا لا ايوجوال وسويت اي لبسه, وقال له ايوجوال وبي ودي ايه يعني, يعني يعمل لك ايه يا ابني. وي هاف ا نايس فرايتي, فرايتي يعني متعدد او متنوع. فرايتي اوف ايجيبت دي جمله كده على بعضها. ساينتستس اللي هم العلماء say that people بيقولوا ان الناس طبعا هيبقوا causing the are people. اصل بصوا يا جماعه people جمع, هات لي حاجه في دول عايزه ار غيرها. people are causing يعني يسبب, و climate change دي نمبر 3. العلماء بيقولوا ان الناس اللي عملت climate change. الفانتاين ايلاند ده is the oldest part in اسوان, اقدم جزء في اسوان دي نمبر 4. she is very good at playing tennis, هي حلوه جدا في لعب التنس. but she is very bad at playing football, لكن هي وحشة جدا في لعب الفوتبول. plants and trees are called producers, النباتات والأشجار بتدعى منتجين. I am playing tennis at the tennis, بص يا حبايب tennis court اللي هو الملعب المغطى, beach ده النادي, pool ده حمام السباحة. I am good at, good at دي بيبقى ده فعل زائد ing أو اسم أو فعل زائد ing. I am good at speaking. I am wearing, wearing يعني يرتدي, because it's very cold, cold يعني بارد, هلبس ايه وانا بردان, السويتر. you mustn't ولا must ولا have tidy, يبقى must, must بص tidy يعني يرتب, يبقى must. هقولك mustn't tidy ازاي يعني, انت لازم ترتب البيدروم بتاعتك. my name is هاني, انا اسمي هاني, و I am 10 years old, و I am very good at singing song, وانا شاطر جدا في ان انا غني. but I'm very bad at dancing, أفشر وأتعلم يا ابني. my friend سلمى وصاحبتي سلمى, تعلمي تعلم ماشي. my friend سلمى وصاحبتي سلمى is very good at drawing pictures, صاحبتي بتعرف ترسم بس هي bad at playing basketball. my friend مريم, تقول صاحبك بناتي هاني. وماي فريند مريم is very good at speaking English, بتعرف تتكلم English, but لكنها bad at speaking French, بس bad جدا في الفرنش. everyone كل واحد is good at doing something and bad at doing other things and that's okay, يعني كل واحد حلو في حاجات ووحش في حاجات و that's okay يعني ده طبيعي. تمام. طبعا هاني is good, is very bad at dancing, هو شاطر في الغنى بس ما بيعرفش يرقص.
سلمى is very good او drawing picture ده good، هي شاطرة جدا في الرسم. ومريم شاطرة في الانجليزي وبليدة في الفرنساوي. bad at French. what is سلمى bad at playing basketball، هي مش شاطرة خالص في لعب الباسكتبول. ومريم very good at speaking English. الفانتاين اللي هي جزيرة فيلا is the oldest part، أقدم جزء في أسوان. يا جماعة الجملة دي يعني من هقولك حفظتها، الفانتاين is the oldest part in أسوان أو of أسوان، في أسوان. Would you like an orange? Would you like an orange? Would you like an orange? Cuts تقطع، لازم هو هي بيجي بعدها she cuts vegetables، هي بتقطع الخضار بالايه؟ بالنايف، with the knife، بالايه؟ بالسكينة. I never sleep late، انا عمري ما نمت متأخر. A shoemaker يعني اللي هو صانع الأحذية. works بيعمل in a workshop. بيعمل في ورشة أحذية أو في ورشة عموما يعني. jobs in ancient Egypt، والله الباراجراف ده جميل حبايبي. أنا عايزة أقول إيه، إن الناس في مصر القديمة كانوا يعملون بجد people، طبعا بتسيب مسافة وتبدأ بحرف كابيتال، البي هنا كابيتال عشان كده ملهاش ضرورة، التانية بتبقى عاملة كده لها ضرورة، دي ملهاش ضرورة. people in ancient Egypt اللي هي مصر القديمة، الناس في مصر القديمة مالهم worked very hard يعني كانوا يعملون بجد، الله يرحمهم جميعا. worked very hard كانوا يعملون بجد. they could work أو they worked كانوا بيشتغلوا. they worked as يعني كانوا بيعملوا ك fishermen، a fisherman. هما تريدر اللي هو تاجر. سكرايب الكاتب. and most of them وكتير منهم. was farmers where قصدي farmers. they planted بيزرعوا. and harvested أو they planted the crops وخلاص بيزرعوا المحاصيل crops. scribes were very important يعني كان ال scribes ده اللي هو الكاتب very important كان مهم جدا. they wrote down كانوا بيكتبوا. and بيحفظوا. records records يعني سجلات. important things of important things important things يعني أشياء مهمة. sold and bought gods g o o d s gods يعني بضائع. craftsmen made كنا اتكلمنا عنهم قبل كده. puts from clay
بيعملوا البوتس من الكلاي. they made beautiful beautiful jewelry. and basket. لا بلاش الباسكتس ده الويمنز اللي هيعملوها. and bakes بريد. وكانوا بيخبزوا الخبز. انا شايفه ان الومن كمان كانوا بيعملوها كده. ويمن ويمن السيدات ميت عملوا الباسكتس. and baked bread. زي كانوا يعني هما كانوا were they were strong أقوياء and smart وأذكياء. they learned وتعلموا الهيروغليفكس. he roglyphs. situation يا سيدي الاس كابتل والاي كابتل بتاعت ايجيبت قدامك اهيت. وطبعا هنا في فلسطين. واي الواي الدبليو كابيتال. واي ديد اميره الاي كابيتال بتاعت اميره. و question mark.